عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وعزيزاتي الطالبات. في هذا اليوم المبارك الجمعة، جمعة مباركة، ونبدأها بالصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج. في البداية طبعا احنا لازم نتكلم عن شيء اسمه الوضع العام. الوضع العام للبلد هو هذا اللي جاي تشوفوه انتو. الوضع العام يجب أن نتماشى معه بكل الطرق. طبعا أول شيء هو الإيمان بالله واليوم الآخر، هاي أهم نقطة نخليها ببالنا. ثاني شيء هذا الفيروس اللي أجي، وإن كان مفتعل وإن كان غير مفتعل فهو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من الله. إحنا نقول هلا بي الله سبحانه وتعالى ما يعاقبنا بالدنيا وإنما يختبرنا بالدنيا، أما العقوبة فهي بالآخرة تصير. الله سبحانه وتعالى يختبرنا ليشوفنا شو نسوي، نطلع من طورنا، نسيطر على وضعنا. هاي الأمور كلها سبحان الله، الله سبحانه وتعالى دا يباوع بها علينا. إحنا شو نريد؟ يعني الله سبحانه وتعالى شو يريد عندنا؟ يريد أن نصبر. وأغلب صفة مدح القرآن الله سبحانه وتعالى بالقرآن هي الصبر. فكل ما إحنا نصبر على الوضع اللي إحنا بيه ونتعشق ونشوف وضعنا ونرتب أمورنا، هو هذا اللي يريده الله سبحانه وتعالى. لا تخلي الوضع يهزك، لا تشعر باليأس، اليأس من الشيطان، القنوط من رحمة الله، هذا صفة من صفات الشيطان. لازم احنا ما نيأس، لازم نثابر، لازم نجتهد، وإن كان الأمل ضعيف في الأفق، وإن كان ميلوح الأمل في نظرك، لكن هو موجود ويجوز أقرب مما نتصور. ياما ناس عرضوا إلى مشاكل وخلصت بإذن الله تعالى. نوبات تشتد 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 وفي لحظة تنفرج. إحنا ما نعرف متى يأتي الفرج، ولكن دائما نعمل أنه الفرج قريب، لا نعمل أنه الفرج بعيد. إذا قلنا الفرج بعيد راح نيأس، راح ندخل بمشاكل نفسية، بمشاكل مع العائلة، مشاكل مع الأصدقاء. أما التفاؤل فهو الله سبحانه وتعالى مادحه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الناس المتفائلين، لأن هو أصلاً كان متفائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق. الله سبحانه وتعالى قال له وأنك لعلى خلق عظيم. رسول الله سبحانه وتعالى انضرب بالحجار، انساب، قالوا شاعر، قالوا مجنون، لكن ما يأس، ظل يستمر برسالته ومشت رسالته، والقهر والضيم راح، وبقى رسول الله خالد في الذاكرة طول ما الخليقة موجودة. الهدف من هذا الكلام أنه إحنا عندنا هدف أيها الطلبة، ركز بهدفك أنه أنت تريد تحصل على معدل عالي، تريد تحرز النجاح، تريد تحصل على معدل عالي. مش ما تجي ظروف قاسية قاهرة لا تخليها تأثر عليك. نعم تأثر 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عيد نشاطك، عيد الهمة. أهم شيء واحد عيد الهمة. شلون عيد الهمة؟ طبعا اولا مر التقرب الى الله سبحانه وتعالى، هذا اول شيء. انا من اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول عبدي اطعني تكن مثلي، تقل لشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يقول طيعوني انا اشتردون اسوي لكم، يعني انا اشتردون اسوي لكم. لذلك احنا يجب اطاعة الله، واهم شيء في هذه الايام هي اطاعة الله سبحانه وتعالى بالصوم، بالصلاة، بالمواظبة. أنت أصلاً هسه عملك وعملك، هذه القراءة والدراسة هو نوع من أنواع طاعة الله، لأنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مو مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة. بس خلا شق أنت تشوف. لذلك يجب على الطالب أن لا ييأس، أن يثابر. أستاذ شو وقت الامتحانات؟ ما نعرف. أستاذ المواد اللي راح تنحذف؟ ما نعرف. أستاذ الفصول اللي راح تبقى؟ ما نعرف. لكن احنا نعرف انه الله سبحانه وتعالى موجود ما يعوفنا. احنا مدام جاي نقرا ونجتهد ونواظب، وخلي نيتك انه تحصل على كليه مرموقه حتى تفيد الناس، حتى تفيد العالم، حتى تفيد الخلق. هاي نقطه مهمه. انت من تنذر عملك لله سبحانه وتعالى، الله راح يجيب لك الرزق. الرزق موجود، سواء طبيب او مهندس او موظف، او الرزق موجود، الرزق موجود في كل مجالات الحياه. أهم شيء أنه التراحم بيناتنا والتواصل. وأخير شيء أحب أنوه عليه، أنه أنتوا لا تفكر أنه بس
بس تفيد نفسك، حاول تفيد الناس المقربين، مثل طالب يسألك أجاوبه، لا تحتكر المعلومة لنفسك. شوف هسه جاي نعطي بث مباشر لكل الناس، أي واحد يطلب علينا المعلومة، زكاة العلم نشرة، دائما انشر العلم اللي عندك، لأن اليوم عندك علم باكر ما عندك، باكر يجوز أنت الله سبحانه وتعالى يضربك فيروس يذبك بالفراش، هذا العلم مالتك يبقى نايم على فادك. فدائما انشر العلم واستغل كل لحظة في مرضات الله. أنتوا كطلبة استغلوا مرضات الله عن طريق طلب العلم، يعني طلب العلم قلنا فريضة على كل مسلم ومسلمة. هاي مقدمة بسيطة في يوم الجمعة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبدأ اليوم محاضرتنا تكملة مع يونت 5. يونت 5 لو تفتحين ملزمة تلقين بداية يونت 5، بداية يونت 5 تلقين ذني الكلمات العشرة. هاي الكلمات العشرة لازم الطالب شنو، الصورة واضحة، الصوت واضح، نعم. هاي الكلمات العشرة لازم الطالب يحفظهن. يحفظ شلون يحفظهن؟ يحفظهن ك compound nouns. compound nouns كلمات مركبة، يعني boarding card، boarding card بطاقة السفر. هاي البطاقة أي واحد يريد يسافر لأي دولة لازم يقص تذكرة boarding card. travel agency، Travel agency هي شركة سفر. شو مثل عندنا شركة الحرمين للسياحة والسفر، شركة العنزي، شركة الصادقين، شركة سما دبي، هذا اللي يسمونه travel agency. ما نقول travel company، لا، travel agency شركة سفر اللي نقص منها التذكرة. 5-star hotel فندق 5 نجوم، بعد هذا لا ورا ولا قدامه، فندق 5 نجوم. 5-star hotel package deal برنامج رحلة. شنو برنامج رحله؟ مثلا روح للعمره، نقول الحمله دار مالنا، نقول له شنو الباكج ديل مالتك برنامج الرحله، يقول لك استعد 5 ايام بالمدينه و5 ايام بمكه، 3 وجبات علي، وهكذا. هاي يسموها باكج ديل، برنامج الرحله مال حمله دار، مع حمله دار. باكيت لانش، لانش غذاء، باكيت لانش غذاء المعلب، احنا نسميه سفري جاهز، خلوه في لينا. باكيت لانش غذاء معلب. سكي ريسورت، سكي ريسورت معناته منتجع للتزلج، اما كلمه سبا منتجع، سبا منتجع. سكي ريسورت مكان للتزلج، منتجع للتزلج تروحون به خاصه بالشتاء بالثلج، واحد يضرب الله بالثلج. كار هاير مكان استئجار السياره، هاير يؤجر، شلون تيك تاكسي ياخذ سياره، بس هذا كار هاير مكان لاستئجار السياره. سيلف كاترينج ابارتمنت، سيلف كاترينج ابارتمنت يعني شقه مؤثثه، سيلف كاترينج ابارتمنت شقه مؤثثه، اذا تروحون مثلا نوبات، اذا تطلعون احد الدول تبون شقه مؤثثه بها طباخ وبها معين وبها كذا، بس تجيب موادك وتطبخ، يسموها سيلف كاترينج ابارتمنت. سايت سينج المناظر الطبيعيه، السايت سينج خدتوها بصف اول متوسط، صف ثاني متوسط. وسي فرونت الواجهه المطله على البحر، سي فرونت الواجهه المطله على البحر نسميه الكورنيش. شو مثلا هسه بالصيف الشباب وين يروحون؟ على الشط، يقعدون قهاوي، يلعبون دومنا ونرجيله وطاوله، وياكلون الموطه بالصيف. هاي الواجهه المطله، احنا ما عندنا بحر، بس يسموها سي فرونت الواجهه المطله على البحر. هذا الكلمات العشره ينحفظن ك كومباوند ناونز. كومباوند ناونز الكلمات المركبه، يعني جنس سوى. شلون سيت بلت حزام الامان، سيت بلت حزام الامان. بوردينج كارد هو شيء يقول لك بوردينج فراغ، انت تقول له boarding card، هيك يقول لك بالوزاري. مثلا لو ناخذ مثال على الوزاري شلون يجي، مثلا seat صارت seat belt، هو يسوي لك اياها، يقول لك seat صارت seat belt، وجاب لك هنا مثلا قال لك boarding، بس خلي حمل، قال لك الاولى مثلا قال لك boarding فراغ، قال لك seat صار seat belt، قال لك seat صار seat belt، boarding فراغ. انت شو تقول له؟ تقول له boarding card. يعني استاذ احفظ هاي، نعم، boarding card، travel agency، 5-star hotel، package deal، باكيت لانش، لا تخربطون ذني، باكيج، باكيج يعني حزمه، باكيج ديل، باكيت لانش، سكي ريسورت،
car, hire self-catering, apartment, وسايت سينج وسي فرونت. هذا اني الصيغه الاولى للسؤال يجي عليهن على شكل سبيلنج. يقول لك سيت صار سيت بولت، بوردينج فراغ، ما اقول لك كارد، لا اقول له بوردينج كارد. اذا قال لي ترافل فراغ، شو اقول له؟ اقول له ترافل ايجنسي. اذا قال لي سكي، اقول له سكي ريسورت 2018، قال له بوردينج 2018 دور الاول بوردينج، صارت بوردينج كارد. والسي فراغ، سي فرونت. والفايف ستار، فايف ستار هوتل. هذا النمط من السؤال. اكو بعد كلمات عندنا بيونت 2 اللي هي سكيورتي، سكيورتي كاميرا، سيت، سيت بولت، كونفير، كونفير بولت. اذا تذكرون ذني مال يونت 2، مال يونت 2 هم يجوا وياهن، هم تجي وحده لو من هذني لو من يونت 2. طريقه السؤال بس هذا، غير هالصيغه ما عندنا. اذا ذني نحفظهن: بوردينج كارد، ترافل ايجنسي، فايف ستار هوتل، باكج ديل، باكج لانش، سكي ريسورت، كار هاير، سيلف كاترينج ابارتمنت، سايت سينج، وسي فرونت. ان شاء الله افتهمنا. نعم باعوا الهزين، بوردينج كارد، افتحي الملزمه خليها قبالك، يونت 5 اول صفحه بيونت 5، بوردينج كارد، ترافل ايجنسي، فايف ستار هوتيل، باكج ديل، وكل وحده شرحناها، باكج لانش، سكي ريسورت، كار هاير، سيلف كاترينج ابارتمنت، سايت سينج، سي فرونت. هاي الكلمات العشره اكو تمرين بصفحه 89 من كتاب الاكتيفيتي. افتح كتاب الاكتيفيتي صفحه 89 على ايدك اليمنى اللي فوق، صفحه 89 افتح كتاب الاكتيفيتي صفحه 89، راح اطلع التمرين لك هنا. هاي الكلمات، هاي الكلمات جاي تشوفن عزيز الطالب الكلمات. خلي اتابعك بعد عن طريق الموبايل. يلا بناتي، يلا عزيزاتي، يلا ولدي اعزائي. سيلف كاترينج ابارتمنت معناه شقه مؤثثه، معناه شقه مؤثثه. باكج ديل، شنو معنات باكج ديل؟ احسنتم، حمله دار. بوردينج كارد، شنو بوردينج كارد؟ هاي صار عليها الضوء هنا عندكم، صار الضوء هنا، هاي عندي صار الضوء هنا عندكم. بوردينج كارد بطاقه السفر، سي فرونت. ممتازين، سي فرونت معناته شنو؟ ممتازين، سي فرونت الواجهه المطله على البحر، الكورنيش. ترافل ايجنسي، ترافل ايج، طبعا بالمناسبه نقدر نحط شارحه، ونقدر الشارحه يسموها هايفن، ونقدر ما نحط شارحه، نقدر نحط شارحه هايفن، يسموها هايفن، هايفن شارحه، ونقدر ما نحط شارحه. شركه السفر، باكيت لانش، غذاء معلب، سايسينج اللي هي مناظر طبيعيه، وكار هاير استئجار. يلا حلوا لي النقطه الاولى، ضع الكلمات العشره واحده منها ثمانيه هنا. نمبر 1، حلوا لي نمبر 1. If we get فراغ in Spain، في اسبانيا، we can buy food. باي، خلي جوا خط جوا كلمة باي فود، خلي خط جوا كلمة باي فود، لأن هذا المفتاح مال هاي النقطة. باي فود at the market and make our own meal. إذا نقدر نحصل على فراغ في إسبانيا، نقدر نشتري الطعام من الأسواق ونسوي وجباتنا. سؤال، إحنا وين نقدر نطبخ؟
بناتي يونت 5 يتكلم عن السفر خارج البلاد ابرود خارج البلاد. سؤال، كم نوع من السكن عندنا؟ نوعين، لو شقه خلينا اقل شويه، لو 5 ستار هوتيل. لو شقه سيلف كاترينج ابارتمنت، لو 5 ستار هوتيل. هنا شو يقول؟ من خلال كلمه باي فود نشتري الطعام، نشتري الطعام اتبل وميك اور ميل نسوي بعد الطعام. سؤال، احنا وين نقدر نطبخ؟ 5 ستار هوتيل لو بالشقه؟ ممتاز، الجواب ممتاز. فرح، نوال، براء، حوراء، ممتازين. علوش ابن بغداد، ممتاز. علوش سيلف كاترينج ابارتمنت ابني. حوراء، ممتازين. ثقة، اها بارك الله بكم، منار غالب. اذا الجواب الاول شو يكون؟ اف وي جيت شنو؟ خلي انزل هاي حتى يلا راح ال هسه اوضح. نعم، اف وي جيت سيلف كاترينج ابارتمنت، اذا حصلنا على شقه في اسبانيا يمكن ان نشتري الطعام. يلا نمبر 2، نمبر 2 ليتس نوت، ليتس دعنا اخذناها بيا موضوع بالسجستشن، ليتس زائد مصدر. ليتس نوت دعنا لا جو اون، جو اون نستمر يعني كونتينيو، جو اون نستمر كيپ اون. Let's not go on. دعنا لا نستمر مع فراغ to Italy. It would be more fun. يكون أكثر متعة. Choose our own hotel. خط تحت كلمة choose our own hotel. نختار فنادقنا. On tower. شنو tower؟ جولة، نتجول، جولات. When we get there. دعنا لا نستمر مع فراغ to Italy، إلى إيطاليا. It would be more fun، سيكون أكثر متعة إذا choose our hotel، إذا إحنا نختار فندقنا. سؤال، بالسفر من تروح بالسفر أكيد من تروح مع حملة دار هو حاجز لك الفندق، وأنت بالعراق إذا تروحون لمكة مثلا إذا الله رزقكم، وأنت بالعراق يقول لك تبي يا فندق راح تسكن ويا غرفة. زين، إذا ما عجبك أنت تريد choose تختار الفندق مالتك، لازم ويا من ما تستمر. Let's not go on، دعنا لا نستمر مع من هو؟ ممتازين، ممتازين، أحسنتم. مع من؟ ممتازين، مع الباكيج ديل. شنو الباكيج ديل؟ باكيج ديل معناه شنو؟ معناه الباكيج ديل هو هو دعنا لا نستمر مع الحملة دار هذا برنامج الرحلة إلى إيطاليا. يلا نمبر ثري، نمبر ثري، نمبر ثري، I can't find، ما جاي ألقى يعني أدور عليها ما جاي ألقاها. I can't find my فراغ. I won't be able to، سوف لن أكون قادر على. I won't be able to، لن أكون قادر على. Get on، get on يركب، get on يصعد، get in يدخل، get in the house، get in the car، get in يدخل، get in the school، get on يركب، get on the ferry يركب العبارة board، get on the plane يصعد الطيارة، get on the ship، get on يركب، دائما تجي ويا plane، get on the plane، the plane. سؤال، شنو الشيء اللي ما ألقاه ما يخلوني أصعد الطيارة؟ get on the plane، لا يمكن ركوب الطيارة. الجواب، الجواب ممتاز، boarding card. الجواب اكتب boarding card حتى شو يصير. I can't find my boarding card، ما جاي ألقى البطاقة مالتي، لذا so I won't be able to، قادر على. I won't، won't يعني will not، able to get on the plane، ما يخلوني أركب الطيارة. Four، let's go for a walk. For a walk جولة مشي، walk يمشي وحدها، walk فعل، drive يقود. For a walk جولة مشي، for a drive جولة بالسيارة. Let's go for a walk along the، خنروح مشي جولة مشي على طول الفراغ. Dash this evening، هذا المساء. And watch، شنو watch؟ نشاهد sunset، وقت الغروب. خلي لي خط تحت كلمة watch sunset. سؤال، أنا وين أوقف وأشوف الشمس؟
على المي. المي من الشمس من طب المي، يعني هي مو هي شمس طب المي، وإنما هي شيء ويا حدود المي يعني توقف وقت الغروب. وقت الغروب. فالسؤال أنا وين لازم هنا أنا؟ وين لازم هنا أنا أروح مشي حتى أشوف واتش أشاهد وقت الغروب؟ الجواب وين؟ خلينا نشوف جواباتكم الحلوة. إجاباتكم أها عتيب عادل مجيدي أحسنت. نوال ثقتي بربي ممتاز. حوراء ممتاز ممتاز. فرح براء ممتاز. زهراء فضي ليه سحب رسالتك؟ منار أها ممتازين الله يبارك بكم. هذان النقاط الأربع. خلنا نأخذ النقاط البقية. خلنا نأخذ النقاط البقية. يلا السؤال اللي بعده. I don't like booking flights online. I don't like booking flights online. Book. Book معناه book معناه كتاب. خلنا بالخامس بدأس بكتاب. Book هنا بمعنى يحجز. البوك مع ال مع ال مع الريستورانت المطعم. البوك بالفلايت بالطيارة. البوك بالسينما بالثياتر. البوك بمعنى هوتيل بمعنى يحجز. يحجز هنا شو يقول؟ I don't like booking flights online. ما أحب حجز الطيارات online. online مباشر. Let's go. دعنا نذهب and buy. ما أريد الحجز الطيران عن طريق الإنترنت. ليش؟ Let's go and buy our ticket. خل نروح نشتري تذاكرنا. خط تحت كلمة buy our ticket. هذا المفتاح ما الجواب. سؤال: إذا أنا ما أريد أحجز عن طريق الأونلاين، منين أروح أشتري التذاكر؟ منين؟ فراغ في شارع السعد إن السعة ستريت. منين الإنسان يقطع التذكرة؟ شو يسموها؟ شركة سفر. ممتازين. من الترافل ايجنسي. أحسنتم يا أبطال. من الترافل ايجنسي. إذا الجواب شو قلنا أنا؟ الترافل ايجنسي. نمبر 6. If you order it now. إذا تطلبها هسه order. If you order it now, the hotel kitchen, kitchen, مطبخ, will make a fara for anyone, لأي إنسان who is going on the tower, لأي واحد باكر راح يروح بالسفرة tomorrow, kitchen. If you order it now, the hotel kitchen will make, عزيز الطالب, بالسفر, أبو الفندق دائما يقول لك جيب, ما يقول لك هاك, شغلة واحدة يقول لك هاك. أبو الفندق إذا شفت أبو الفندق أو مطبخ الفندق شو يعطيك أبو المطبخ؟ إذا تروح بسفرة ثاني يوم. إذا تروح بسفرة ثاني يوم تاور تومورو أبو الفندق فندق المطبخ شو يعطيك؟ ممتاز. يعطيك غذاء معلب باكيت لانش. أبو الفندق ابني ثلاث وجبات يعطيك بريكفاست لانش دينا أو سبا. البريكفاست من تقعد الصبح بالفندق تلقاه محضر لك البريكفاست تضرب البريكفاست ياخذك الحملة داري فرك بالمزارات. المزارات يجوز انت وقت الغداء انت بعيد في الاربع ساعات عن الفندق فما يرجعك على مود الغداء. فشو يسوي ابو الفندق؟ يسوي لك باكيت لانش غذاء معلب. راح يقول للحملة دار كم واحد وياك؟ 20. راح يقول له 20 باسنجرز. عندي مسافرين 20 واحد. راح ينطي 20 باكج ديلز. 20 العفو باكيت لانش 20 باكيت لانش راح يعطي 20 غذاء معلب وياه. نمبر اذا ايش نعطي هنا؟ نعطي باكيت لانش. باكيت لانش نمبر 7. نمبر 7 I spend this the morning at the beach. قضيت هذا الصباح على الساحل. And then we did some فعلنا بعض الفراغ ما نعرفها النقرة. I took a lot of photo التقطت صور on photo or Roman temples للمعابد الرومانية. أريد خط تحت كلمة صور المعابد الرومانية. سؤال: المعابد الرومانية نوع من أنواع المناظر الطبيعية اللي إنسان يزورها Roman temple إذا شفناها شو نخلي معناته؟ أنا وين رحت؟ وين رحت؟ ممتاز رحت إلى خلينا نشوف إجاباتكم الحلوة. ممتاز نوال أحسنت. فرح حوراء أديان سايت سينك ممتاز. إذا شنو خلينا هنا؟ سايت سينك لأن شفنا
رومان تيمبل ممتازين يا الأبطال. You can't rely on. Rely on تعتمد على. أخذنا هاي الكلمة يونت 3 بسميرة المحمود مرادفها شنية depends on عفية. You can't rely on public transport. Transport أو transportation النقل العام. لا يمكنك أن تعتمد على النقل العام. On that island. Island ما تقرأ Iceland لا Island. On the island you should. ليش ما تقدر تعتمد على النقل؟ بعد عنده مشاكل بالنقل. You should find out يعني تلقى تبحث research about فراغ so you can travel حتى تقدر تسافر more independently بصورة مستقلة. Dependent independent. هذا سميرة المحمود واك. She walks independently. شلون تعمل سميرة المحمود؟ تعمل بطريقة شنو؟ Independently. تعمل بطريقة شنو؟ بطريقة مستقلة. Independently. You can't rely on public transport. ما تقدر تعتمد على النقل بهاي الجزيرة. إذا شو تسوي؟ لازم إيش تأخذ؟ لازم تأخذ ممتاز ممتاز ممتاز. لازم تأخذ كار هاير. لازم تأخذ الكار هاير. ممتازين يا الأبطال. انتهى البرنامج هذا. أكو برنامج ثاني يخص نفس الكلمات. هذا إجا معلقات. هذا إذا تجي من جملة واحدة معلقات. معلقات الكتاب تجي من أصلاً. يعني يونت 1 بمعلقات يجيب لك جملة ويونت 2 بمعلقات جملة ويونت 3 جملة ويونت 5 جملة ويونت 6. إذا نسوي لك بالوزاري معلقات كاملة إن شاء الله. يلا نأخذ اللي بعده. تمرين اللي بعده. طلعوا لنا صفحة 111 انتوا عندكم كتاب الاكتيفيتي. صفحة 111 كتاب الاكتيفيتي. هذا الكلمات الستة صفحة 111 كتاب الاكتيفيتي. نعم بالوزاري يعطون اختيارات. انا كنت ادرب طلابي انه بدون اختيارات اعطي الجملة هو يجيب الكلمة. اذا تذكرون طلاب ثانوية نور المجتبى البنات لانه طالبات متميزات يعني ما شاء الله متميزات على مستوى العراق مو بس المحافظة على مستوى العراق. وهذا كلام مو يعني مو مدحن وإنما حقيقة. واليوم جمعة والحق يقال. متميزات على مستوى العراق إن شاء الله بإذن الله تعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى يبقى على التميز بإذن رغم الظروف يبقى على التميز بإذن الله تعالى. لأن ثقتنا بالله عالية وثقتنا بهن عالية جدا 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 إن شاء الله ما يخيبن أمنا. وهن دا يشتغلن بكل طاقة الخطية ما مقصرات. فأرجو من العوائل اللي يضغطون على البنات خاصة بنات نور المجتبى لأن هن ما مقصرات ومتميزات جدا. لا تضغطون عليهن. البنية ما تشوفوها قاعدة لا تحجون إياها. عوفوها ترتاح. هي تعرف شو وقت ترتاح وشو وقت تقرأ. مدام ما مقصرة عوفوها براحتها لا تضاقوها. لكن في السنة بالوزارة لا راح يجيب معلقات. أطمئن يجيب الكلام يجيب المعلقات. يلا خل نحل. بناتي العزيزات أبناء الأعزاء. هذا التمرين نفس الكلمات العشرة اللي ذي ساعة. بوردين كار وسكي ريسورت وترافل ايجنسي وفايف ستار هوتيل وذني وباكيج ديل وباكيت لانج. هذا يجي هسه ابو الوزاري لو تشوفين الكتاب العدة صفحه 111 على ايدك اليمنى اللي فوق تشوفين منطي فراغات. يعني انت تجيب الكلمه من يمك. يعني الطالب يجيب الكلمه من يمه. احنا نتوقع السنه الاسئله سهله. نتوقع يجيب لكم 1 2 3 4 بصفه يجيب حلوله اي بي سي دي. يعني اتوقع لانه اسئله سهله السنه. بس احنا ما راح نشتغل على هذا الحكي. راح نقول الكتاب موجود فقط فراغ فاحنا فقط فراغ نحله. خل نحله وحده وحده اعزائي الطلبه. خل نحله وحده وحده اعزائي الطلبه. if you حتى اكتب على السبوره اني. يلا اولا if you lose this اذا ضيع هذا الشيء this فت شيء يعني بيده. if you lose this اذا ضيع هذا الشيء you can't get on. get on قلنا تركب او تعبر او تصعد. the airplane مره يقول plane طياره مره يقول airplane طياره. اذا ضيع هذا الشيء ما راح يخلوك تركب الطياره. شنو اجاباتكم الحلوه اجاباتكم الحلوه اجاباتكم الحلوه. ممتازين ممتازين. boarding ممتازين. boarding card بطاقه السفر اذا اضيعها ما يخلوني اركب او اصعد الطياره. يلا نمبر 2 يو كان هاف يمكنك ان تحصل على وينتر هوليداي عطله شتائيه. عطله شتائيه العطله يمكن ان تحصل على عطله شتائيه هنا
عطلة شتائية. سؤال: العطلة الشتائية بياكل من الكلمات العشرة؟ ترهم ويا العطلة الشتائية. الجواب: من الكلمات العشرة. ممتاز نوال، زينب، حوراء، عافية عافية. سكي ريسورت، سكي سكي ريسورت، مكان للتزلج. سكي ريسورت، مكان للتزلج. من خلال العطلة الشتائية عرفت هذا مكان للتزلج، لأن مكان التزلج وين لازم؟ أثناء العطلة الشتائية. يلا نمبر 3. A luxurious place to stay. Luxurious يعني فخم، مترف، فاره، يعني من الطبين للبيت تشوفي فد التخم مالته فخامة والإنارة وسقف ثانوي، تقول الله يخبل هذا شنو لكجوريوس، يعبر عن الفخامة. لكجوريوس، لكجوريوس بليس تو ستي، مكان فخم تبقى فيه. يلا شنو؟ ممتازين، اها ممتازين. A five star hotel. ممتازين. A five star hotel. اها five star hotel عادي ماكو مشكلة. A five star hotel، مكان فخم تقيم. stay stay تقيم. أخذنا بيونت 3 بجامعة برشوت home stay، أخذنا home stay لا تأكروها. stay تقيم فيه. يلا number 4. ما شاء الله إجاباتكم كلها فوق الرائعة. يلا a place to stay، مكان أيضا تقيم، لكن where you can cook. شنو cook؟ تطبخ. your own food، your own food. هنا يقول مكان، مكان تطبخ فيه، مكان تطبخ فيه. سؤال: أنا كم مكان عندي للإقامة بالسفر؟ 2. لو luxurious place to stay، لو place where you can cook، وين أقدر أطبخ؟ بالفايف ستار هوتيل، لو بغير مكان، بغير مكان. شو اسمه غير مكان؟ ممتازين. self catering apartment. ممتازين. self catering apartment. apartment واحد يعني شقة. a self catering apartment. ممتازين، يعني شقة. من خلال مكان فخم هو five star hotel، من خلال تطبخ طعامك هو self catering apartment. يلا number 5. hotels، الفنادق، often give you، دائما تعطيك this، هذا الشيء. الفنادق تعطيك فد شيء، تعطيك الفنادق فد شيء. If you are going on full day excursion. excursion يعني tour، excursion يعني journey، excursion يعني trip، excursion يعني picnic، excursion يعني travel، تقريبا نفس المعاني excursion، لكن كلمة excursion مهمة، هي والtour والjourney عندكم excursion. يقول أبو الفندق دائما يعطيك هذا الشيء. ابو الفندق ما يعطي فقط شيء واحد، ابو الفندق، ابو المطبخ مال الفندق، فقط شغله واحده. ايش ينطي ابو الفندق؟ احسنتم حوراء على وجه. ليش سحبت رسالتك؟ براء، اسلام ظافر، مو بس باكيت. عافيه 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 عافيه. باكيج لانش، باكيت لانش مو باكيج، باكيت لانش، باكيت لانش يعني غذاء معلب. باكيت لانش يعني غذاء معلب. باك يعني يحزم أو يوضب. باكيت لانش. عافية بآية، عافية بآية، عافية بحوراء. نوال ممتازين. إسلام ظافر، باكيت لانش. يلا يلا، هذا مو ضمن الكلمات العشرة اللي أخذناها، هذا من أعماق يونت 2. إجا السؤال this، فتشي يعني this protects you، هذا يحميك. protect خدناها بيونت 2. when you are driving or flying، فتشي يحميك من الطير او من السوق. شنو الشيء اللي يحميك؟ ممتازين. شنو الشيء اللي يحميك؟ ممتازين. عافيه براء، عافيه 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 بعديان صادق، عافيه. اذا الجواب seat belt. ممتازين. الجواب seat belt. شي لاحظ الطالب هنا أنه صعود الطيارة إذا شيء ضيعه هذا boarding card، العطلة الشتائية هذا ski resort، luxurious place to stay مكان تقيم فخم five star hotel، مكان أيضا cook food تطبخ بالطعام الفود
سيلف كاترينج ابارتمنت. ابو الفندق دائما شنطيك يعطيك باكيت لانش، واذا شيء يحميك من السوق او الطير تحلق اللي هو سيت بلت. ان شاء الله هذا اريد احفظ، هذا كتبوا لي عليه حفظ هذا البرنامج، كتبوا لي عليه حفظ هذا البرنامج، اريد الطالب يحفظه، لان ابو الوزاري ما راح ينطيك الحلول، ما راح يعطيك الحلول. انتهى هذا البرنامج ان شاء الله. اوكي ننتقل هسه بعد الى يجب حفظ هاي التعاريف. شوفوها، يجب حفظها هاي التعاريف، لازم يحفظها الطالب، لازم يحفظها الطالب، اريد يحفظ لي اياها. هسه نجي الى قطعة كركنة، خلنا ناخذ قطعة كركنة، خلنا نقراها. قطعة بيونت 5، قطعة كركنة، ما ادري الكلمات واضحة يعني، لو اكبر بعد اصور واضحة الكلمات، مو واضحة كلمات واضحة، ها كلمات واضحة. اوكي ناخذ كركنة، مجرد هي قطعة بسيطة نقراها. يلا طلعوا لنا قطعة كركنة. The atmosphere was really peaceful. قطعة كركنة طلعوا لنا اياها. يلا قطعة كركنة. ها عليكم السلام هلا بالحجي. يلا نبدا نقرا القطعة على كيفنا. اكل ما راح نوقف عليها. The atmosphere الاجواء. The atmosphere الاجواء was really peaceful. شفتوها يا صفحة عندكم؟ أصور يمكن بالملزمة عندكم 98، يمكن ملزمة 94 ملزمة. My cousin and I، هاي وحدة هي وبتعمها، have recently returned from a wonderful fortnight in Tunisian Kerkenna Islands. تقول أنا وبتعمي مؤخرا قد عدنا من a wonderful fortnight. Fortnight اسمه عين، أصلها 14 nights 14 ليلة. In Tunisian Kerkenna Islands، جزر كركنة التونسية. Islands، Islands مو آيسلند، Islands هنا ما تقرأ، جزر كركنة مو جزيرة، عدة جزر. It was a package deal، كانت برنامج رحلة يعني ما رحنا وحدنا، وهي حملة دار. And it cost us، كلفتنا cost us 180 pound، جد كلفتنا 180 pound. This included، وهذا included بضمنها، involve يعني consist of، included تتضمن هاي ال 180 pound، the flight طيران from London to صفاقس، صفاقس مدينة بتونس، bus transfer النقل البري، and from to and from، to and from يعني من وإلى، to and from يعني من وإلى، to and from صفاقس airport، من وإلى مطار صفاقس. the ferry العبارة، هاي الكلمة مهمة، the ferry العبارة، العبارة هي القارب الكبير ينقل من الناس. تذكرون حادثة العبارة اللي صارت بالموصل الله يرحمهم، إن انقلبت العبارة، ferry اسمها. the ferry العبارة and the ferry to and from، من وإلى island إلى الجزيرة. the accommodation إذن النقل البري والبحري. The accommodation، the accommodation السكن، هاي الكلمة خدناها وين؟ خدناها بيونت 3 مع جامعة برتشوت، accommodation السكن. The accommodation was in a 3-star hotel، a 3-star hotel فندق ثلاثة نجوم، هاي الأي تعود على الهوتيل ما عليها بال 3، a 3-star hotel with breakfast، يعطون breakfast and dinner، يعطون الفطور ودينر، واللانش الغداء باكيت لانش، غداء معلب. Every day. The cost even include entertainment. تضمن أيضا شنو؟ الترفيه. Entertainment. In the evenings، في الأمسيات. I couldn't believe how cheap it was. لم أتوقع، لم أصدق كم هي رخيصة. From Suffolk Airport we were taken to the ferry port. من مطار صفاقس أخذونا، مبني المجهول هذا، أخذونا مبني المجهول، to the ferry port إلى ميناء العبارة، where we boarded ركبنا، board صعدنا، get on، get on، board ركبنا a rather old ferry، عبارة قديمة. it took us across the islands، أخذتنا الجول خلال الجزر، which looked really beautiful in the evening sun، في المساء حلو، وقت الغروب حلو.
We were delighted. كنا فرحين. Delighted. Delighted. فرحين. يعني delightful هم الصير. Delighted. Delightful. We were delighted that our hotel overlook. لأن our hotel overlook. فندقنا يطل. The beach على الساحل. Just a short walk away. Short walk away. المسافة قصيرة ماشي من الفندق to the beach. That our hotel overlook the beach. And just short walk away. Although not very luxurious على الفندق. ليس very luxurious لأنه فندق ذو يعني ثلاث نجوم. ثلاث نجوم. Was not very luxurious. It was airily. خلي أقدمها. It was not very luxurious. It was a really pleasant two-story building. يعني بناية ذو طابقين. Story. بدون E. بدون Y. هاي هسه ها. Story يعني قصة. مو. مو. Story يعني طابق. طابق. Story يعني مخزن. Pleasant يعني حلو. حلو يعني جميل. Beautiful. Two-story building. بناية ذو طابقين. That was set in. متمركزة. Set in. An attractive garden. Attractive garden. في نص حديقة جذابة. يعني شون مساحة خمسة دونم كلها عبارة عن مزرعة والفندق set in يتمركز بها. Which is on swimming pool. حوض سباحة. Tennis court. ملعب. Our room. افترع الغرفة هسه. Had its own private bathroom. غرفتنا بها صحيات يعني سويت. Bath. Private خاص. خاص. Private bathroom and balcony. وبها شرفة خدناها بالكناري. Balcony with spectacular view. والمنظر مذهل. With spectacular view. والمنظر مذهل. Spectacular. مذهل. مذهل يعني يعني فوق ال beautiful. فوق ال wonderful. فوق ال شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم جدا مؤدب. جدا مؤدب. وإنك لعلى خلق عظيم. من سر بالإسراء والمعراج الله سبحانه وتعالى صعد للجنة والنار. فمن نزل انسأل على الجنة هكذا ما افتهمتها آن يعني سألوا على الجنة شون هالجنة يا رسول الله أصحابه فاش قال مؤدب ما قالوا انتم تعرفون وانتم تقدرون تتصورون فاش قال لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد الجنة شو سولفكم ما شايفيها فما شايفيها فلا عين رأت الجنة لجمالها لجمالها وش من سولف يعني ما نوصل لأن دا نسولف عن شيء ضربا في الغيب يعني شلون الأعمى أقول له أوصف لي الأحمر ما يقدر يوصف لي أنا أوصف لي أقول له مثل الوردة الحمراء يقول لي شنو الوردة الحمراء أقول له مثل الدم يقول لي شنو مثل الدم ما يتصوره ما يتصوره فالرسول هالقد ما مؤدب ما قال له ما تقدرون فقال لا عين رأت يعني ما شايفي قبل ولا أذن سمعت ولا سمعي قبل ولا خطر على قلب أحد بالإنجليزي spectacular view منظر مذهل فوق العادة البالكون وذا سبكتكول طبعا دائما ويا فيو تجاه الكلمه سبكتكولار فيو اوف ذا كان بلو ميديتيرينيان سي للبحر المتوسط الازرق الهادئ كان بلو ميديتيرينيان سي ذا اتموسفير الاجواء العامه واز ريلي بيسفول هادئه هادئه بيسفول تجي مسالم ذاتس وات اي ريلي لايكت ذا فود اجى 2018 دور الاول اجى على كل الفراغات معلقات صعد هاي الكلمة exceptionally باستثناء يعني بدون استثناء the food was exceptionally good الطعام بدون استثناء جيد كله طيب يعني there was self-service buffet أكو اخدم نفسك بنفسك هاي ال in the dining room with the variety of dishes أطباق مختلفة من الأكل both regional أطباق محلية and international عالمية regional محلية بالعراق الدولمة الباتشة الكبة الكباب هاي المقلوبة شنبقلة يسموها هذا ريجينال واكو انترناشنال السمك والدجاج هذا انترناشنال you could eat as much as you want تقدر تاكل قد ما يعجبك breakfast هسه على الفطور واحد واحد breakfast consist of يعني contains يحتوي على breakfast consisted of كان يتألف من fruit cereal eggs cake bread, honey, olives, and cheese. هاي كل الريوق. وإحنا هاكل شاي هاكل جبن يلا أكل. بعد شلون مرتبين. There was a different selection of dishes.
توجد أطباق مختلفة من الطعام فور سابا للعشاء. شوف طفر الدينار اللانش ليش؟ لأنه باكيت لانش فور سابا سابا أو دينار every night and there was a lot of great seafood. يوجد الكثير من الطعام البحري seafood. عزيز الطالب أي دولة تطل على البحر أغلب طعامها seafood، يعني 80% seafood الطعام البحري. يوجد طعام بحري رائع great. I love the octopus. octopus أو octopus هم تقرأ octopus الأخطبوط which is specialty in Kirkenne which is specialty متخصصون في طبخه. سبيشاليتي يعني هل الكويت بيش متخصصين بالسمك والحلة بالجامر والبصرة بالروب يعني مثلا أو الأسماك وأربيل باللبن وكل والموصل بالكبة صحوا لك كبة. سبيشاليتي هي أصلا سبيشال خاص. سبيشاليتي متخصصون فيه إن كركنة. إذا كركنة بين من المختصين بالأكتوبوس إن كركنة اسم الجزيرة هاي. خلص الأكل أول مرة السفرة بعدين أخذ الكلفة بعدين أخذ المكان الفندق بعدين حكي عن الغرفة بعدين حكي عن الطعام هسه يجي عن الجولة. We weren't bored for a moment. لم نشعر بملل لأي لحظة. One day في اليوم الأول يعني أحد الأيام one day في اليوم الأول أحد الأيام we hired a taxi. أول يوم أجرنا تاكسي and went on go on يعني went on the رحنا on a tower نتجول of the island الجزيرة. We saw the villages شفنا القرى where fishermen الصيادين catch octopus ليصطادون به الأخطبوط. بمن يصطادون in a clay pot. خل أقدمها in a clay pot. in a clay pot بمن يصطادوها in clay pot في أواني خزف. شايفين شو احنا نقول هاي الجرة هي شيء مع سندباد شايفينها صغيرة هاي خلوها بالساحل مثل القوري بس على شكل طينة يعني بالساحل يخلوها يدفنوها يطلع بس الحريق مالتها بعد يجي الاخطبوط خطي على الساحل يجي الاخطبوط يطبوا بطنها مثل البيت إله هم يجون عاد يقبقوها ويأخذوها. فشون يصطادوا مو بالسنارة مو بالشبك لا in clay pot. هاي اليوم الأول. Another day we went for a camel ride. خدناها محاضرة سابقة صفحة 91 كلمة الأولى. Ride a camel ride صعدنا على بعير. Another day we went for a camel ride on the beach and we even hired surfboard. أجرنا الألواح مال التزلج على المي هذا شو مال زي طارق اللي غرق. From the hotel أبو الفندق يأجر السيرفبورد and learned تعلمنا learned to windsurf ركوب الأمواج windsurf surf بالإنترنت واحد يعني يتصفح windsurf ركوب الأمواج. We also went for a ride in a donkey cart. cart عربي بطاقة يونس ستة ناخذها cart عربي. أيضا صعدنا على عربي يجرها حمار. صعدوا تاكسي صعدوا على البعير صعدوا على مطي طرقها على راسهم يتونسون يعني and tower some villages وتونسنا افترينا بعض القرى. What really impressed me ما حقا أذهلني was the hospitality. hospital مستشفى hospitality الضيافة. ما حقا أعجبني أذهلني impressed me is the hospitality الضيافة يا ضيافة of the local people الناس المحليين. Several islanders island جزيرة Iraq Iraqi Japan Japanese China Chinese Britain British island islander. واضح الفكرة. Several islanders الكثير من الساكنين جزيرة invited us دعونا into their home for minute tea شاي بالنعناع and cake مشتهرين المنطقة الغربية مو منطقة الغربية العراق قصدي المغرب العربي مشتهرين بالمنت. المنت هو الشاي بالنعناع من تي. We also took ferry back رجعنا بالعبارة to the mainland الأرض اليابسة to see the magnificent. magnificent يعني great يعني wonderful exquisite
Magnificent Roman Theater, منطقة إلى المسرح الروماني at الجم في منطقة الجم. Something else, شيء آخر that we really enjoyed, استمتعنا به. The free entertainment, الترفيه المجاني. When? In the hotel. إيش وقت؟ After supper. يومية بالليل ما يخلونا نطلع فيقعدونا ويجيبونا شنو؟ يجيبونا ناس يستعرضون. One evening في أحد الأيام, a fakir and his team. Fakir and his team. فكير هو باللغة العربية الدرويش، احنا نسميها زي الدروشة اللي هم يستخدموا طريقة الدين بألعاب رياضية، يعني ما اعرف يعني شايفينهم نوبات هيك دروشة طريقة الكزنزانية. One evening a fakir and his team, فقير وفريقه, gave an incredible لا يصدق, unbelievable لا يصدق, an incredible display, اعطونا استعراض لا يصدق بما of lying, يتمددون on bed of nails, على فراش بخشب وببسامير من عم نتشخه جوه glass فارشيها من glass يمشون عليها, walking over the hot cool, يمشون على جمر فحم, استعراض رياض يعني, breathing fire, يرمي النار من حلقة, شون هذا بعد النار يخلي غاز الإيثان مثل الميثان ينفخ النار تشتعل, letting scorpion, يجعلون عقارب, walk over their faces, تمشي على وجوههم, scorpion عقارب, خذناها في صفحة 91 كتاب الاكتيفيتي, let, شوف let دعنا, إذا أضيف ING أضعف التي لينصح قبل علة, faces, we shall certainly never forget the holiday, we shall certainly never forget the holiday, هذا الكاتب منه سوف لن ننسى تلك العطلة, آن جونسون. هاي القطعة عزيز الطالب كانت وزارية عام 2014, يعني كاتبين عليها 22 سؤال, فخاف تشوف الأسئلة مال عام 2014 الدور الأول أو الدور الثاني, تلقى على آن سؤال على القطعة, هسلغت القطعة صارت للإطلاع فقط. شنو الإطلاع؟ يعني أخذ منها مرادفات, أخذ منها معلقات فقط, واضح إن شاء الله. يلا عدي بعض التمارين لازم نروح لها إن شاء الله, بعض التمارين لازم نروح لها. طلعونا كتاب نفس القطعة طبعا, طلعونا كتاب الأكتيفيتي, أو خلنا نأخذ معلومات عن بيوتيفل كركنة, معلومات عن بيوتيفل كركنة, بيوتيفل كركنة, كركنة جميلة, كركنة جميلة, كركنة بظهر القطعة مباشرة, بظهر القطعة. كركنة is the name of a group of islands, هي مجموعة, هي اسم لمجموعة جزر, يعني كركنة مو جزيرة, مجموعة جزر that are situated, تقع situated, لاي تقع, situated تقع, place تقع, situated off قبالة, يعني off the east coast of Tunisia, قبالة الساحل التونسي. The main two islands, أهم جزيرتين, تشيرغو and غيربي, أهم جزيرتين, مو قلنا مجموعة من جزر, أهم جزيرتين اثنين, تشيرغو and غيربي, which are both, كلاهما inhabited, مسكونة مو بها جني, لا اسم الله الزهرة, لا مسكونة يعني بها ناس ساكنين, بها ناس inhabited, هبت وحدها عادة أو طبيعة صح, inhabited مسكونة موطن, راح ناخذ بيونت 8 إن شاء الله. The islands بعدنا S, أنا ناسي سوري, خلنا داخل الS, أوكي. The islands, الجزر, are reached, يعني يوصلوها, مبني المجهول, are reached by a ferry, توصل عن طريق عبارة. شلون يروحون بالجزر؟ عن طريق عبارة that operates, شلون تشتغل العبارة؟ ما نقول walk, لا, الإنسان walk يشتغل, عليكم السلام, operate تشتغل throughout the year, على مدار السنة, throughout the year, على مدار السنة. The most famous beach, أهم ساحل, اللي هو مقرن كليفة, خليفة المقرن, هم يسمون مقرن, مقرن كليفة, كليفة الخليفة يعني, where the water is an incredibly, بطريقة لا تصدق, clear blue, أزرق صافي. There are many colorful, color لون, colorful ملونة. There are many colorful festival, توجد مهرجانات ملونة زاهية الألوان, which are a great attraction, مناطق جذب, المن للتوارست, للسياح, للتوارست, للسياح.
A famous son of كركنة, الابن المشهور لجزيرة كركنة, was هادي بركيسيا, ابن الجزيرة هادي بركيسيا, who was also known as, يعرف على أنه بلها هادي, يعني يلقبه شعنا يونس أبو ذنون. Who was a world class footballer, هو لاعب كرة قدم درجة أولى. Died, مات خطية, during a match in Tunis, توفى خلال مباراة في تونس. كركنة is an ideal place, كركنة هي مكان مثالي for tourists, للسياح, who want a quiet peaceful holiday. يردون عطلة هادئة آمنة in a beautiful surrounding, في البيئة المحيطة. هاي معلومات عن كركنة. تحفظوا لي كلماتي باللون الأحمر: ideal place, surrounding, attraction, festival, وحتى أيضا colorful. هسه ننتقل إلى التمارين في كتاب الأكتيفيتي. تمارين في كتاب الأكتيفيتي عزيز الطالب, هذا أريد حل بالملزمة, هذا أريد حل واجب بيتي, حل واجب بيتي هذا بالملزمة. هذا ما معنى كلمة destination؟ destination يعني وجهة أو مكان أو مقصد. ما معنى كلمة بروشر؟ خدناها نشرات كراسات. destination وجهة أو مقصد بالملزمة ذني, بروشر نشرات أو كراسات, book خدناها حجزة, book حجزة خدناها. exceptionally هاي جينا أجتي 2018 بدون استثناء, exceptionally بدون استثناء. overlook خدناها يطل, overlook يطل. atmosphere الأجواء, atmosphere الأجواء. راح حل وحدة آني. what is your best holiday destination you have ever been to, what's your best holiday destination, ما هي أفضل وجهة أفضل مقصد لم تذهب له سابقا. Two, what are you doing with all these holiday brochures? عفية, ماذا تفعل بكل هذه النشرات؟ والباقي أريده واجب بيتي. التمرين اللي بعده نبقى بالملزمة أيضا, نبقى بالملزمة أيضا. يلا كلمات impressed, ما معنى impressed؟ أعجبني أذهلني. ما معنى situated؟ يقع. ما معنى كلمة reach؟ توصل. ما معنى كلمة ideal؟ مثالي. ما معنى كلمة inhabited؟ مسكونة. ما معنى كلمة display؟ يستعرض. ما معنى كلمة selections؟ مختارات. impressed أعجبه, أعجبني, situated تقع, reached توصل, ideal مثالي, inhabited مسكونة, display يستعرض, selection الطالب اللي ما عنده ملزمتي يصور ويحليها واجب. يلا التمرين اللي بعده, التمرين اللي بعده هذا مهم. صفحة 114 الصورة عندكم بالملزمة بناتي, إذا تشيكوا لي صفحة 114 هذا الواجب تلقوه, يمكن الصور هذا طلعوا لنا إياه. صفحة 114 لا مو 114, 112, صفحة 112 تلقوا هذا إن شاء الله. صفحة 112 طلعوا لنا إياها, صفحة 112 نعم صفحة 112 هذا مهم. تجي منه, تجي منه بالوزاري. منين نجيب الحلول؟ يقول use the correct ending to make adjectives from these nouns and verbs, استخدم النهايات الصحيحة لتجعل, لتجعل صفات من هذه الأسماء. أول كلمة يلا مرت علينا احنا
مرت، يلا بناتي، يلا يا سباع، يلا يا أبطال. أول كلمة attract، attract، attract. سادس إحياء عيوني، مو هيش نكتب، نكتب الكلمة كلها عيوني، ما يصير هيكي. شيني كان ما علمتكم هيكي. attractive، attractive، attract، attractive، attract. عفية بزهراء الضيل. آية عيد الكتابة، حوراء، إسلام، حوراء الله. سادس إحياء إيه استحت خطية، هي خوش سمايل هذا. attractive عفية تقاتيب ربي. يلا إذن 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 جذاب attractive. خلنا قبل شوية attractive garden حديقة جذابة. يلا luxury 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 luxury. يلا يا الخفاجية رقية، عافية 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 بجربت، عافية بإسلام، عافية بدكتورة براء، عافية بسادس. آه luxury أصبع شلون؟ لا 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 براء سادس إحيائي مو هيك شيء. luxury معيلها بتي يقلب الواي إلى شو نضيف؟ O U S luxurious. luxurious شلون famous، شلون serious، شلون dangerous. زين بس يقلب الواي إلى I شو نضيف؟ O U S. إذن attract attractive، attract attractive، luxury luxurious. ان شاء الله لو هاي لو هاي مهمه، اذا الله سهل وجوز ما تجي الله كريم، يلا سهلات. attract attractive. يلا 3 wonder wonder wonderful ممتازين. wonder wonderful ال وحده دير بالكم. wonder wonderful معناته معناته رائع. wonderful. يلا peace peace peace. يلا 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 بيس. يلا رقية، يلا التقى، عافية بثقتي، عافية بدكتورة براء. اها بيس، اها بيس، بيسفول بيس، بيسفول. وندر وندرفول بيس، بيسفول. اتراكت اتراكتيف، اتراكت اتراكتيف. لكجري لكجريوس. اكسايت excited، عافية عافية excited إذا كان عاقل، أو exciting excite excited أو exciting. نحذف الإي وش نضيف؟ ing أبو الوزارة الوحدة منكم. excite excited متحمس، exciting بس أفضل نكتب الثين. عافية بنوال ثين نكتبهن. excite excited exciting. attract attractive. peace peaceful. wonder wonderful. attract attractive. excite excited exciting. color color عافية color color. color colorful ممتاز. color colorful ممتازين. color colorful أحسنتم. منار ممتازة. color colorful هاي مهمة. spectacle 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 spectacle. ها ممتاز ممتاز منار ممتاز نوال. spectacle spectacular spectacle. ترجع نفس الكلمة spectac نعذف الـ L-E. spectacular spectacular spectacle spectacular مذهل. spectacular مذهل. spectacular مذهل. و delight I am مجيد. spectacular you I am مجيد. spectacular delight بها اثنين. delight بها اثنين. نقدر نقول delighted ونقدر نقول delightful. نقدر نقول delighted ونقدر نقول delightful. delighted delightful delighted delightful. يا طقهم صورة اللي ما عنده ملزمة أو اللي ما عنده كتاب طقهم صورة. يلا
يلا يلا يلا. كالر ممتاز. احكي يمكم احكي يمكم، لا تكتبوا لي لا تكتبوا لي، احكي يمكم. كالر ممتاز. كالرفول. بيس بيسفول. وندر احكي يمك احكي يمك احكي يمك. وندرفول. ديلايت ديلايتد ديلايتفول. اكسايت اكسايتد اكسايتنج. اتراكت اتراكتيف. لكجري لكجريوس. سبكتكل سبكتكولار. بيس بيسفول. اكسايت اكسايتد اكسايتنج. كالر كالرفول. وندر wonderful. peace peaceful. ممتازين يا الأبطال. هذا يعتمد على حفظ، ما بقاعدة. هذا التمرين حفظ أريده، اكتب عليه حفظ. صفحة 112 اكتب لي عليه حفظ. أحسنتم، بارك الله بكم بارك الله بكم. تعبتكم اليوم آني تعبتكم اليوم آني. يلا هسه خلصنا بعد إن شاء الله. هذني أريدهن هذني أريدهن حفظ. شوفوا لي هذني شوفوا لي هذني هذا اللي نحفظ. هذا البرنامج هذا بالاكتيفيتي بالاكتيفيتي بالاكتيفيتي. هذا هذا اريد احفظ. هذا على كركنه، على قطعه كركنه. طلعوا لي بالاكتيفيتي بالاكتيفيتي. يلا بناتي يلا اصبع يلا ابطال يلا يلا اخوي يلا يا اصبع. لا ان شاء الله ما تعبان، انا ما اتعب. ما دام انتم مرتاحين انا ما اتعب، ما دام جاي تاخذون الماده انا ما اتعب، ما دام جاي تستفادون انا ما اتعب، انا ما اتعب. احنا ما نتعب احنا ما نتعب، نتعب اذا نشوفكم ضايجين، نتعب اذا نشوفكم دخل الياس الى قلوبكم، نتعب اذا نشوفكم ما مرتاحين. ارتاحوا، اسئله واضحه، المواد سهله، ناخذ ميات مية. والله والله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا يلا والله ما يصير ان شاء الله والله هيك قسم بالله هذه ساعه تاخذون 100 تذكرون تاخذون 100 بالانجليزي وباقي المواد تاخذون 100. اولا انتم ناس طيبين وناس تاذيتوا، اربع اشهر قعدنا بالكورس الاول وهسه هاي كورونا اخذتنا، الكورونا فيروس اخذنا، الكوفيد 19 اخذ عندنا هوايه. مع ذلك ما دام احنا جايين نقرا وش اسمه الله يباوع علينا. ان الله يسمع ويرى، ان الله يسمع ويرى. الله دي يشوفنا نجاهد وريد هدف، وهدفنا ان نكون في مواقع بالدوله ونفيد العالم. هاي بالنسبه لكم يعني هدفكم مواقع بالدوله تفيد العالم، فاطمئنوا انتم بعين الله اطمئنوا. فالكل ان شاء الله ياخذ ما 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 يرغبه ان شاء الله، ما دام نيته لله سبحانه وتعالى. اللي تصير طبيبه فهي حتى تداوي الناس، واللي يصير بالنسبه للرجال بالقوات الامنيه حتى يفيد الناس، واللي يصير استاذ مثلنا حتى يفيد الناس، والله يصير ويصير مهندس حتى يفيد الناس. فاطمئنوا اطمئنوا، اشتغل اشتغل انت اشتغل وعفو الباقي على الله. لا تفكر بالمستقبل، تتعب وما تحصل شيء، لان المستقبل بيد الله. فعوفه انت اشتغل، ما دام الله يقول لك صلي وصوم واعمل انت جاي تصلي وصوم وتعمل، خلاص عفو الباقي على الله، عفو الباقي على الله. عوف الله يدبر، عوف الله يدبر. يلا هذا البرنامج اريد احفظ، هذا البرنامج اريد احفظ. طلعوا لي صفحه 103 صفحه 103 كتاب الاكتيفيتي على ايدك اليسرى اليمنى اللي فوق 103. هذا اريد احفظ انا ذني حالهن. بوت قارب ذات ترانسبورت ينقل بيبل اند جودز، القارب اللي ينقل الناس والبضائع. جود جودز يعني بضائع، جود وحده جيد، جودز يعني بضائع. القارب اللي ينقل الناس والبضائع شو اسميها؟ اسميه فيري. شو اسميه؟ اسميه فيري. بعد هذا حفظ، هذا حفظ، هذا برنامج حفظ حفظ. extremely comfortable. comfortable مريح. extremely يعني very، extremely يعني very يعني جدا. اهلا دكتورنا العزيز، شرفنا بحضورك على البث المباشر، حياك الله وبياك ومن خيره اعطاك. زياره ان شاء الله بركه زيارتك، الله يحفظك دكتور. extremely comfortable جدا مريح، يعني luxurious. luxurious يعني extremely comfortable. احفظها بنتي احفظها، هذا تعريف الفري، هذا تعريف اللكجيريوس. استاذ يعطينا هذا ويريد هذا، نعم يعطي الجمله الطويله يريد القصيره، او لا يعطي هنا اي بي سي بعد وصل. اسئله اسئله سهله، بس لا نقول احفظ احفظ. something which is wonderful to look at، فشيء رائع متباوع عليه، فشيء اقول الله مو شنو هو، لا اعطيني غير صفه اقول spectacular
مثل ما قلت لكم الرسول لا عين رأت ولا أذن سمعت. سبكتكيلا منظر مذهل. سبكتكيلا منظر مذهل. Something special to locality. شيء ما متخصصين به محليا. شيء متخصصون فيه محليا. Speciality. خاف تنسيها نفس السبيشال. شوفيها بنتي نفسيتها LTY. Special. Speciality. متخصصون فيه. A fine welcome. متى يمكن 2016 دور الأول. أما متأكد. A fine welcome. على الرحب والسعة. هاي الكلمة وين نشوفوها؟ باب المحلات. Welcome. أهلا وسهلا. Hospitality. Hospital. مستشفى. أضيف إلى ITY. Hospitality. حسن الضيافة. A show. استعراض أو performance. أداء. A show. استعراض أو performance. أداء. A display. عرض. Display. Boat that transport people and goods. القارب اللي ينقل الناس والبضائع أسميها ferry. Extremely comfortable. جدا مريح. أقول luxurious. Something which is wonderful to look at. شيء رائع النظر إليه. Spectacular. Spectacular. Something special to locality. Locality. Speciality. محليا متخصصون به. من كلمة special. Speciality. Fine welcome. على الرحب والسعة. Hospitality. A show أو performance. أداء. أقول display. هذا البرنامج شريده أريد أحفظ عزيز الطالب. هذا البرنامج أريد أحفظ عزيزي الطالب. الحد هنا أنا بعد بس خل أشوف الصفحة اللي بعدها. لا صبروا لي ثواني. أخذنا المضارع البسيط. أخذناه. هذه الصفحة 138. 138 حتى ننهي المحاضرة إن شاء الله اليوم. بعد ما عدنا شيء. أخذنا هذا البرنامج مال أدخل نبر على الجملة. أيضا أخذناه. أخذنا ذني قلنا حفظ. نعم أخذناهن. أخذنا هذا التمرين أيضا. قلنا عليه مهم. صفحة 93. هذا البرنامج صفحة 38. بس هنا عندي شغلات بسيطة. عزيز الطالب. شرد منك هنا. Complete with the correct form of the present perfect or past simple. شريد. Present perfect or past simple. أريد مضارع تام اللي هو قانونه شنو بناتي؟ قانونه هنا has و have وشنو؟ والتصريف. شلون نعرف الجملة present perfect؟ عندنا ظروف هذا never yet just ready و so far و since for. شلون نعرف هذا مضارع تام؟ هذا علاماته علاماته هذا و never و yet و just و ready و since و for. أو ماضي يريد. الماضي شنو؟ الماضي بس الفاعل زائد الفعل بالماضي. أسموه إلا بالماضي يعني جوز شاذ يعني. علاماته شنو؟ yesterday و last و ago. بعدان شريط من الطالب سلام الله عليه أريد يباوع الجملة. لو أسويها present perfect لو أسويها past حسب العلامة. وأبوك الله يرحمه. صفحة 99 على إيدك اليمنى اللي فوق. زين 99. أي I'm really excited because I'm going to London in the summer. يسأل بي أولا فراغ. إذا الفراغ بالبداية يعني شنو؟ يعني سؤال. هاي الجملة بتي تسويها present perfect simple لو past simple شو تقولين؟ مضارع تام لو ماضي تام؟ استاذ خلي أباع العلامة خلي أشوف العلامة. العلامة من هي؟ ممتازين. العلامة يت يت المن تابعة للمضارع التام. إذا نسوي لي سؤال لأن الفاعل جمع شقدم معدنا هذا وهذا. أقدم هذا لو هاف أقدم هاف. هاف كابيتال مو تنسون. شو تصير؟ هاف يو. شو نكتب بوت؟ بي أو يو جي اتش تي. بي أو يو جي اتش تي. يلا نمبر تو. نمبر تو يس اي هاف. إذا واحد قال لك هاف يو بوت يس اي هاف. هاف يو بوك يس اي هاف. هاف يو فينيشت يس اي هاف. يس اي هاف. هنا الجملة بيا زمن يلاحظ الطالب سلام الله عليه بالماضي. شو عرفه؟ last ماضي.
مضارع تام هاي ماضي لاست. اذا بس الفعل الماضي بي او يو جي اش تي. التصريف الثالث والماضي مال باي نفسه بوت بوت. نجي الجمله الثالثه العلامه شنو؟ يت. يعني بيا زمن يعني مضارع تام. يعني شو نقول؟ هاف يو. تصريف البوك بوكت عافية. حجز حجز. يلا شوف هذه الجملة روح كضيتها هم نحط الكلمة بالأحمر جاست. إيه يعني present perfect simple يعني مضارع تام. my uncle and aunt عمو عمة كم واحد؟ اثنين. has لو هاف تأخذ هاف هاف ثم جاست وصرف الفعل رايت روت رتن. وبالأمريكي يقرون رئن. نجي الجملة الوراها يباع ها شنو؟ يت 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 مضارع تام نفسيته. وسؤال أقدم شو تصير؟ have you bought. تلاحظون تلاحظون شلون متشعب للبوت؟ تلاحظون إذا تجيكم بوت إن شاء الله. last week بيا زمن ماضي بس الباي ماضي شنو؟ بوت. انتهى البرنامج بس اريد برنامج تحلوا لي واجب صفحه 113 من كتاب الاكتيفيتي على ايدك اليمنى الكتاب كله صفحه كلها ان شاء الله. هنا نكون قد بس ثواني السلام عليكم. نكون قد انهينا المحاضره ان شاء الله. ان شاء الله نكون ما قصرنا وياكم. ان شاء الله نكون بسطنا الماده سهلنا الماده شرحنا لكم اياها شرح باللغه الانجليزيه وضحناها باللغه العربيه حاولنا نعطي امثله بسيطه حلينا تمارين الكتاب حليتوا تمارين التو حليناها سوا حاولنا نحفظكم جزء من الكتاب. هاي المحاضره الثالثه في يونت 5 ان شاء الله تكون قد توفقنا باذن الله تعالى باداء هذه المحاضره. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم 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 الراجع والراجع والراجع وبقوة إن شاء الله إذا الله طانا صحة وعافية. نكمل المادة أرجع مسوي لكم فد امتحان إلكتروني فد شي شو سموتو شخ فناري نخشفاري فخشناري هيك عندهم كلمة هم الطلاب من شخ نفاري إيه خنفشاري خنفشاري. مسوي لكم أسئلة إلكترونية من يونت 1 إلى يونت 8 ثقوا على مستوى العراق ما حد مسويه بفضل الله وهالبيت. هذا رأيي يعني كل اختيار متعدد إلكتروني اختيار متعدد حتى الطالب ما يختار إذا ما يحل الشيء إذا ما يفتح ما يقدر يختار زين. إذا الله سهل أنواع اختيار واملأ الفراغ وحدد الحال واستخرج الخطأ. أعطيكم أربعة صح ثلاثة صح وواحدة خطأ. استخرج الخطأ هيك أغلب الأسئلة قلبها كل يونت واحد كل يعني راح تحدد لنا مراجعة أبلغ ماذا الباتشر يونت 1 انعلس علس يونت 1 من تجون راح تشوفون أسئلة إيش قد فوق الرائعة ونستمتع نستمتع يعني درس اللغة الإنجليزية هو فتشي ممتع يعني فتشي راح نستمتع بطريقة جديدة مختلفة تماما عن كل المحافظات. أبد ما حد متطرق لهالنوع من الأسئلة راح نبلش فيها إن شاء الله. بس أكمل نبلش يونت يونت أطمئنوا أرجع راجع لكم على كل امتحان نرجع الراجع أو أي موضوع أنتم موجود يعني ما مسيطر عليه أنا راجع هاي عين وهاي عين ويدلل عزيز الطالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هلا.